رئيس <applause> التعاونية تشكري الحمد للزرابي وصناعة تقليدية وعملية يدوية احنا من جماعة دار بو إقليم النواصر التعاونية ديالنا كتشتغل في الزرابي جينا نعرضو منتوجات ديالنا في جماعة مالي الواد إقليم بن سليمان بمناسبة ديال موسم سيدي أحمد المجدوب وحنا جينا نعرضوا هذه المنتوجات ديالنا و... ونشوفوا نعرفوا الناس بالتعاونيه ديالنا و... وال... والمنتوجات ديالنا هذا الموسم تبارك الله كبير وزوين اول مره كنعرضوا فيه وكنتمنى يكون في المستوى وحنا كنحاولوا في... نخدموا في الزربيه ونطوروا من المنتوجات ديالنا و... وما كنخدموش غير الزربيه كنخدموا على حقائب وسائد... وسائد منتوجات متنوعه واللي اه... يعني ك... كتكون عندها الاقبال من ناحيه الزبناء وكنبغيو اه... الزربيه دائما تبقى في زعما اه... موروث اللي مبقاو حافظين عليه دائما كاين الزربيه المرقومه وكاين النسيج ديال العقده يعني الزربيه ديال العقده مخدومه بالصوف طبيعي وتقليدي كنخدموا دائما على الصوفه تقليديه طبيعيه وصوفة ديال الحولي كنديروا مواد طبيعيه في الخدمه ديالنا و والصباغه الطبيعيه دائما كنخدموا على الالوان اللي ما كتلقش لنا في الزربيه وتبقى زعما الزربيه زوينه اللي إحنا اول مره نعرضه في الموسم جميع العروض اللي كندوزو كتكون في اطار مع الغرفه او مع المديريه ديال الصناعه التقليديه او دار صانع خاصها واحد تشجيع من ناحيه الاداره و سميتو لحقاش الحرف اليدويه بدات كترجع للور والاقبال ديالها ما كاينش بزاف يعني بالنسبه نال الموسم ديال سيدي احمد المجدوب يعني كان زوين ولكن كان الناس عندهم واحد البعد كبير على على الزربيه او على الحرف اليدويه ككل <applause>